يحل اليوم ذكرى رحيل الإعلامية تماضر توفيق التي ولدت في 9 من شهر فبراير عام 2020 بالتقهلية. استطاعت الراحلة إثبات أن المرأة بإمكانها تحقيق المستحيل في ظل العقبات والمعوقات، فكانت من أوائل الإذاعيات المصريات التي سافرن في بعثات دراسية وتقلدت منصب رئاسة التلفزيون المصري لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب.